هرجعك تاني على نقطة مهمة، المشروع. ضباط ثورة يوليو كان عندهم مشروع واضح بانحيازاته الاجتماعية، مشروع واضح ثقافيا بالمفهوم الأكثر اتساعا للثقافة، مشروع واضح لدعم الفئات الأكثر احتياجا مغبونة الحق من العمال والفلاحين وما إلى ذلك. لما تيجي تقعد تفكر، الجمهورية الجديدة ماشية على نفس الطريق، تبني على نفس الطريق طبقا بقى هنا إيه لكل مجريات المعاصرة، تحديات وصعاب كانت أو أدوات جديدة نستطيع استخدامها. خليني هنا أخد معايا بعد إذن حضراتكم على التليفون سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا يا أستاذ يوسف وأستاذ المشاهدين. يا ربنا يخليك يا سيادة اللواء. سيادة اللواء، واحنا بنتكلم على ثورة 23 يوليو ومشروعها العظيم الذي أراه متكامل الأركان ربطا بمشروع الجمهورية الجديدة، وكما ذكر الرئيس مشروعنا مش بيتبني على ان احنا نهدم ما سبق، وانما استكمال مسيرة شعب لأجل استقلالية إرادة وقرار وطني ولبناء أمة عظيمة تعلو فوق كل الأمم. هو طبعا سيادتك واحنا بنتكلم عن ثورة 23 يوليو بنربطها بثورة 30 يونيو 2013، لأن في قواسم مشتركة بين الثورتين. القاسم المشترك الأول يعني، واسمح لي في التخصص يعني طبعا، اللي هو كان إقامة جيش وطني قوي. صحيح. في ثورة 23 يوليو 52 كان اهتمام بتطوير القوات المسلحة، كسر احتكار السلاح وعمل صفقات في السلاح التشيكية، بالاضافه لحاجه مهمه جدا هو التصنيع الحربي العسكري وانشاء المصانع الحربيه. صحيح. بحيث ان اول طلقه تم انتاجها بايادي المصريين في مصنع 27 الحربي كان 22 اكتوبر 1954. الله. في ثوره 30 يونيو 2013 واحنا عارفين كان في ثلاث تحديات رئيسيه امام ثوره يونيو 2013. التحدي الاول هو غياب الامن والاستقرار السياسي، التحدي الثاني هو الارهاب والعنف المسلح، وازاي وثوره يونيو والجمهوريه الجديده استطاعت ان تقضي على الكتله الصلبه للارهابيين وتدمر بنيتهم الاساسيه وبنعلن سيناء خاليه من الارهاب والارهابيين. اما التحدي الثالث فكان انهيار الاقتصاد. علشان كده ثوره يعني لما نيجي نربط الثورتين ببعض شاف ثم المشتركه بنلاقي ان ثوره يوليو على وعملت قانون الاصلاح الزراعي، عملته امتى بقى؟ بعد يعني شهر ونصف فقط من قيام الثوره في 9 سبتمبر 1952. هذا اليوم تم اختياره بعنايه اللي هو 9 سبتمبر، اللي هو اول حاجه عيد الفلاح نمره 2 يوافي وقفه عرابي الزعيم عرابي امام الخديوي توفيق امام قصر عبدي في 1882. علشان كده كل تاريخ له قيته وله مبرراته. ثورة 30 يونيو 2013 عززت العسكرية، نوعت مصادر التسليح، أصبحت القوات المسلحة الثانية عشر على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، وقواتنا البحرية في المركز السادس على مستوى العالم. أما المفاجأة فإن القوات الخاصة المصرية، قوات الصعقة المصرية، في المرتبة الأولى على مستوى العالم قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الله. وقبل روسيا. وبالتالي بالله القوة العسكرية مهمة، القوة هي مصدر الأمان وضعف دعوة للعدوان، وزي ما بيقول هانز مورجانسو أن القوة دي بكل الدول وتسعى للحصول على القوة وإظهارها والحفاظ عليها. طيب عن السيميلاريتي او التشابه بين الثورتين، بنلاقي ان في فرق بين الثورتين، ثوره يونيو. ثوره يونيو 52 قام بها الجيش والشعب، اما ثوره 30 يونيو 2013 قام بها الشعب وسنده الجيش، وهناك قاسم مشترك وهناك قيمه مضافه في الثورتين، هو أن الجيش
هو حامي هذا الشعب والملاذ الامن للشعب. وفي درس مهم جدا واحنا بنتكلم في الذكرى 71 لثوره يوليو الجديده، هو ان مستقبل الامم لا يتحقق الا بالتضحيات ودماء الشهداء. والرئيس اليوم في كلمته بالاحتفال بهذه الذكرى بيوجه التحيه للقاده محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات وكل من يبذل الجهد والعرق لصالح تحقيق المصالح العليا لهذا الوطن. صحيح، انا بشكرك جدا يا سياده اللواء، كل سنه وحضرتك طيب وكلنا طيبين. سياده اللواء اركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كليه القاده والاركان.